يعني علي على بروح لرجل المباراة كامبانا، حارس المرمى مطمئن يعني مع الضغط اللي موجود، كان ممتاز في الكرات العرضية في التعامل، حارس مرمى الباطن. فعلا كان حضوره جدا مميز. دائما مثل هذه المباريات ما اعتقد انه من الضروري جدا اعطاء الثقه للفريق من خلال حضوره، تصدياته، شخصيته اللي يظهر فيها من خلال بدايه المباراه. مثل ما تفضلت، يمكن قدم من الاشياء المهمه ان فريق الهلال يمكن افتقد كثير اليوم من الجانب او الخيار اللي هو ممكن كان يكون خيار افضل من التدخل من العمق او الاطراف، هو التسديد من خارج المرمى. هذه الاشياء كلها ما شفناها اليوم في فريق الهلال او حتى في المباريات السابقه. مارتن حارس متمكن، حارس خبرته كبيره، اعطى ثقه كبيره للفريق. ادرك ان اليوم ان الفريق الهلالي راح يكون نشط كثير وحيوي، ولكن تكلمنا ان نشاط الاتحاد الهلالي كان بعد الدقيقة 60، أما قبل الدقيقة 60 ما كان في أي فعالية تذكر أو هجمات خطرة أن ممكن تكون تشكل خطورة كبيرة على فريق الباطن، ولكن بعد الدقيقة 60 كان حضوره مميز. الكرة الأخيرة اللي كانت في الدقيقة قرار الدقيقة 90 صحيح تلعبت ما بين بريرا وصالح الشهري، كان حضوره جدا مميز، اعطى الافضليه للفريق ويطلع بنقطه كانت جدا جدا مهمه لفريق الباطن اليوم يلعب مع فريق الهلال. صحيح علي بكل